السلام على كل متابعينا من كل مكان، احنا معاكم النهارده في لايف جديد وبث مباشر جديد من محافظة المنوفية. احنا النهارده معاكم في بث جميل جدا، وطبعا احنا دخلنا على المدارس، فجأة نلاقي اسبوع اسبوعين ثلاثة نلاقي شهر رمضان داخل، بعدها على طول دخلت العيد وشهر كمان وهوبا نلاقي عيد الأضحى. احنا معانا النهارده من محافظة المنوفية المبادرة الجميلة اللي عاملينها اصحاب المحلات، وخصوصا في المكان اللي احنا موجودين فيه النهارده واللي هنتعرف على المكان هو فين بالظبط. اسعار الكوتشي من عنده أي كوتشي ب85 جنيه. هنتعرف على المكان وناخد جولة في المكان ونشوف خامة الكوتشيات والحاجات الجميلة اللي موجودة معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. قولي بقى إيه المبادرة الجميلة اللي انتوا عاملينها دي، وإن الأسعار كلها بتبدأ من أول 85 جنيه؟ 85 لحد 100-120. عندي كل الأسعار من أول 85-100-120، بس أكترنا هنا 85 لأن دي دخلة مدارس، نضطر ان احنا نخفض منها برضو نساعد الشعب، ومنها بنبادر مع الرئيس. الاسعار معانا هنا، وريني بقى يعني ايه، فرجيني. انا شايفه كذا نوع وكذا شكل كذا لون.
ب 200 جنيه، انا بدالك ب 100 جنيه. 100 جنيه الجزمه الكلاسيك، هي انواعها كتيره، الكوتش اهو ب 100 جنيه اللي ب 170 جنيه بره، انا بديهولك ب 100 جنيه. ب 100 جنيه هنا وحاجه نظيفه وخامه نظيفه. ايه ده لقيتني كده تاني؟ لا معقول اهو ما شاء الله. الكوتش اهو ابو 170 جنيه، انا بديهولك ب 100 جنيه. الكوتش اهو، الست دي جمله على فكره. ايوه ايوه يا حاج. يعني احنا هنا معانا جميع الاشكال، جميع الانواع، جميع الالوان كمان، انا شايفه ما شاء الله مش لون واحد ولا لونين، لا ده اكتر من لون. 150 جنيه انا بديها لك ب 100 جنيه. من 700 150 ب 250 انا بديه لك ب 100 جنيه. 250 ل 100 انت بترجعها وبجيب لك. اللهم بارك اللهم بارك. يعني احنا نقدر نقول هنا ان احنا متوفر معانا جميع الاشكال والالوان والانواع، معانا مقاسات اطفال، معانا المنوفيه كلها بتبادر في الاسعار مع الرئيس السيسي، وكلنا بننتخب وبنديله اصواتنا بالاجماع. هتقفي جنبها؟ اتفضلي يا فندم. يا نهار ابيض، ده احنا عنينا. المنوفيه كلها بتبادر مع الرئيس السيسي بالاجماع وبنديله اصواتنا. بنقول لك شكرا، وبنقول لك شكرا يا ريس على اللي انت عملته لنا ولاولادنا، بنقول لك الف شكر. ولو ينفع ان انا اقلع لك القبعه واقول لك كتر خيرك، كتر خيرك على اللي انت عملته لنا ولعيالنا. اللهم اديك الصحه يا رب، اللهم بارك لك، اللهم بارك لك واديك الصحه يا رب، ويعفي عنك وينصرك على مين يعدي. كلنا معاك يا ريس، كلنا معاك يا ريس، كلنا معاك يا ريس، كلنا معاك. المنوفيه كلها معاك يا ريس. حضرتك عايزه تزودي حاجه؟ ان شاء الله. قولي يا ست الكل، اتفضلي. بتعيد وبتقول لك ربنا يسلمك ويناجيك يا رب، وهي بتأيدك ان شاء الله على بركه الله، ربنا يوفقك. مفيش اي ريس مسك البلد وعمل اللي انت عملته حاليا، مفيش اي حد عمل كده. الكنائس والمساجد والمدارس والهيئات الحكوميه ما شاء الله، عمل اللي هي بتاعت المعاشات دي ما شاء الله ما شاء الله. يعني بصراحه تكافل وكرامه. انا احد الناس، ومبادره 100 مليون ساحه والمبادره والفيروس بتاع سيل الناس كلها كانت بتموت، دلوقتي ما بقاش في اعداد. ايمان بالله اليمين اللي هتحاسب عليه قدام ربنا، ما فيش ريس عمل اللي عمله من ساعه ما مسك البلد. هو بيرضي ربنا فينا، وهو فعلا البني ادم ده بيعمل مش للناس، ده بيعمل لربنا، بيعمل لاخرته. كفايه الطرق اللي انت عملتها، كفايه الطرق وكفايه المدارس وكفايه الكنايس وكفايه كل هيئه حكوميه اتجددت. بس والله يوسع علينا بقى يا جماعه اللي احنا محتاجين تبع الاسكان، تبع الاسكان يسلمونا الارض اللي احنا دفعنا فلوسها. يا رب يبعد عنك. معايا اعمل ايه؟ لا ما هو احنا طب بس عشان نختم معانا، احنا في اسعار الكوتشيات طبعا. احنا بنشكر المكان هنا في شبين الكوم، شارع عمر افندي، عند جامع سيدي خميس، محلات ولاد البلد بيعملوا مبادرات جميله جدا، بيساعدوا فيها وبيساندوا فيها رئاسه الجمهوريه لتخفيف الاسعار. وكمان الحاجه ساميه والناس هنا كلها، هي الفرصه دي ان انا اوصل صوتي للرئيس. يا رب يسمع، يا رب يسمع، يا رب يسمع. سلام على الرئيس. انا واحده مليان، ربنا يوفقك على المسيره في يا رب في سبيل الله كله. يا رب متشكرين على اللي انت عملته معانا، يا رب يجعله في ميزان حسناتك لنا ولعيالنا. يا رب اللهم امين، يا رب اللهم امين. طبعا زي ما انتم شفتوا معانا اسعار الكوتشيات هنا في مبادره جميله جدا من ابناء محافظه المنوفيه، من كوتشيات صغيره الحجم اللي هي للاطفال، وفي للنساء وفي للرجال، وكمان جميع الاشكال والالوان والانواع، مش لون واحد، لا ده في ابيض، في بينك، في كحلي، في اسمر، اشكال كتير، خامات كتير، اسعار متفاوته من اول 85 جنيه لغايه 120 جنيه لحد 120 جنيه، اكبر سعر هنا موجود معانا في محافظه المنوفيه 120 جنيه. لو عملنا كده هنلاقي اشكال كتير جدا من الكوتشيات، لو عملنا كده هنلاقي اشكال تانية، لو عملنا كده هنلاقي اشكال ثالثه، لو عملنا الناحيه التانية وبصينا وركزنا هنلاقي جزء تاني خالص خاص بكوتشيات الاطفال، سواء